أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بالعناوين. بعد تشييده بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، هبوط أول رحلة جوية في مطار المخا الدولي. تقرير حقوقي يكشف عن تحويل بليشيات الحوثي المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سوق مفتوحة للمخدرات. بدعم من العميد طارق صالح، تواصل حملة مكافحة الأوبئة والحميات في تعز. أهلا بكم. هبطت أول رحلة جوية على مدرج مطار المخا الدولي تزامنا مع تدشين عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح المرحلة الثانية من الإنشاءات في المطار. منفذ وباب جديد يفتح اليمن على بقية دول العالم، فبعد عزل الميليشيات الحوثية للساحل الغربي عن بقية المدن لعدة سنوات، هبطت أول رحلة جوية على مدرج مطار المخا الدولي ليكون بوابة غربية ملاحية لخدمة سكان محافظتي تعز والحديدة وإنهاء عزلتها الإقليمية والدولية. نتمنى المزيد من التقدم والتطور في المناطق المحررة وافتتاح العديد من المشاريع ينم عن اهتمام الحكومة والدولة والتحالف بهذه المناطق، ونتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة الداعم الرئيسي في إنشاء هذا المطار. وأعلنت مصادر حكومية هبوط أول طائرة في مطار المخا، وذلك بعد تشييده بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهبطت طائرة أممية تقل مساعدات دوائية وعاملين في منظمة أطباء بلا حدود في مدرج المطار للمرة الأولى منذ تشييده بعد أخذ كافة إجراءات السلامة والأمان والتأكد من جاهزية أجهزة الاتصالات والملاحة الجوية. شكر وتقدير للجهود الدعم السخي الذي تبذله دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء اليمن، وأيضا ما قدمته من الدماء والتضحيات لتحرير اليمن من الميليشيات الحوثية. المطار المدني سيكون مهيئا تماما للرحلات التجارية بمجرد الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية والتي تشمل تشييد صالة للمسافرين وإقامة برج للمراقبة لتنشيط حركة الملاحة الجوية وبدء استقبال وتفويج المسافرين عبر الرحلات الجوية التجارية. وقدم نائب الرئيس طارق صالح بالغ شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت الداعم الرئيسي في إنشاء مطار المخا الدولي منذ الوهلة الأولى، وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح أن مطار المخا الدولي سيفتح منفذا جديدا للجمهورية اليمنية مع العالم والإقليم. ضمن استعدادات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين وفروعها بالمدريات لإحياء الذكرى 55 لعيد الاستقلال، نظمت قيادة المجلس المؤتمر الصحفي الأول للاطلاع على آخر التحضيرات الجارية لإقامة الفعالية المركزية في أبين واستقبال وفود المشاركة من باقي المحافظات الجنوبية. استعدادا لاستقبال فعالية عيد الاستقلال 30 من نوفمبر، عقدت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبيان مؤتمرا صحفي للتحضير لاستقبال الوفود من أبناء الجنوب المشاركين بالفعالية المركزية لعيد الاستقلال والتي ستكون بعاصمة المحافظة زنجبار. في هذا اليوم نعقد المؤتمر الصحفي للإعلاميين والصحفيين في محافظة أبيان، وذلك للتحضير والترتيبات للاحتفالات شعبنا بالذكرى الاستقلال الوطني 30 من نوفمبر، ويأتي هذا ويؤكد على أهمية فتح المجال لكافة أبناء أبين للمشاركة في صنع القرار في مديرياتهم والحفاظ على أمنها واستقرارها والعمل على أساس دحر الإرهاب. يأتي هذا المؤتمر الصحفي للوقوف أمام الفعالية التي المزمع أقامتها، الفعالية الوطنية التي تقام بمناسبة الذكرى 55 لعيد الاستقلال، والتي يؤكد فيها أبناء أبين بأن أبين هي فوق الجراح، وأبين هي موحدة، وأبين هي ملتحمة مع المجلس الانتقالي ومع المشروع الوطني لاستعادة دولة الجنوب الحرة المستقلة،
على كامل تراب الجنوب. وأيضا أبناء أبين يؤكدون بأنهم الحاضنة الاجتماعية لأي عمل وطني والطارد للإرهاب في كل أشكاله. عاصمة المحافظة زنجبار الجريحة وشوارعها الحزينة التي ارتوت بدماء أبطالها الأوفياء الذين سطروا أروع البطولات في سبيل تأمينها، على موعد مع استقبال الوفود من كافة أنحاء المحافظات الجنوبية لإحياء الذكرى التاريخية لاستقلال الجنوب من الاحتلال البريطاني. دعوة لأبناء أبين كامل في الفعالية المركزية التي ستقام في زنجبار، وأيضا دعوة لأبناء الجنوب عامة، أبين النضال، أبين التاريخ، تدعوكم ولابد أن تلبوا نداء أبين. هذا الحدث الوطني الجنوبي وهو الذكرى 55 لعيد الاستقلال الأول لشعب الجنوب على طريق الاستقلال الثاني لشعبنا. احتضان محافظة أبين للفعالية المركزية لذكرى الاستقلال يعد حدثا تاريخيا تكرم به أبين وتقديرا لدورها البطولي والنضالي الكبير الذي يرتقي مع حجم تضحيات أبنائها الجسيمة التي قدموها في كل المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد. لقناة الغد المشرق عثمان عامر، أبين. اتهم تقرير حقوقي ميليشيات الحوثي بتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سوق مفتوحة للمخدرات. وأكد التقرير أن الميليشيات جلبت كافة الممنوعات والمحظورات المجرمة قانونيا للداخل بهدف الإثراء السريع. في أحدث الصرخات الخطيرة التي يواجهها الشعب اليمني في مناطق سيطرة الانقلاب، دقت منظمة حقوقية يمنية جرس إنذار من نشاط ميليشيات الحوثي في المخدرات، واتهمت 4 قيادات بارزة بالضلوع في تجارة المخدرات والوقوف خلف تشييد 39 مستودعا للمخدرات والأسلحة في صنعاء وحدها. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قالت في بيان أن الميليشيات حولت اليمن إلى مقلب واسع لكل الممنوعات والمحظورات المجرمة قانونيا، وباتت البلاد سوقا رائجة للكثير من السلع غير المرخصة والمنشطات والمخدرات بأنواعها وبشكل ملفت وبطريقة غير معهودة. وبحسب البيان فإن قيادات بارزة في ميليشيات الحوثي ضالعة في تهريب المخدرات بأنواعها والمتاجرة بها وتسهيل المرور لها بكميات كبيرة، إذ تعد تجارة المخدرات أبرز الأسباب خلف الثراء الفاحش والسريع لقيادات الحوثي. وفيما أوضح البيان أن إيران تعتبر البؤرة الأساسية ومستنقع تهريب المخدرات الأساسي للميليشيات في اليمن، وزادت الكميات تدريجيا لتصل أوجها في السنوات الأخيرة وبإشراف قيادات الحوثي. ميليشيات الحوثي جنت وبحسب مصادر مطلعة عائدات مالية ضخمة سنويا تصل لنحو 6 مليارات دولار، وذلك بتعاون ضباط في الحرس الثوري الإيراني مع تجار المخدرات في كولومبيا لإنتاج كارتيلات ومراكب غاطسة لتهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والمخدرات إلى الميليشيات الحوثية. البيان حدد عددا من القيادات التي تعمل مع الحرس الثوري الإيراني بشكل خفي وبرئاسة القيادات المدعوة محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم وفارس مناع وقيادات أخرى. وبحسب المعلومات فإنه يوجد 39 مستودع في صنعاء يستخدمها التجار في إخفاء أنواع متعددة من المخدرات والأسلحة والذخائر التي يتم استيرادها من إيران، حيث يتم تهريبها عبر مينائي الحديدة والصليف ومرافئ صيد في شمالي الحديدة. وأكد البيان أن الهدف الأبرز لميليشيات الحوثي هو تهريب تلك الكميات الهائلة من المخدرات إلى دول الجوار، حيث تستخدم اليمن كمحطة لتهريب المخدرات وتصديرها نحو دول أخرى. تتواصل في مدينة تعز حملة مكافحة الأوبئة والحميات الفيروسية التي انطلقت قبل أيام بتكلفة تزيد عن 43 مليون ريال يمني، مقدمة من عضو مجلس القيادة الرئاسية العميد الركن طارق صالح. حملة رش لكل أحياء ومناطق مدينة تعز بدعم مقدم من عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح، حملة أتت بالتزامن مع تسجيل وباء حمى الضنك بالمحافظة أرقاما قياسية وسط المواطنين بهدف التخفيف من وطأة المعاناة. هذه الحملة طبعا هي بدعم من الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية، وهي تستهدف مديرية المدينة 3، القاهرة والصالة والمظفر.
والهدف من هذه الحملة هي انها يعني الهدف منها هي الحد من انتشار مرض حمى الضنك الذي انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة. الحملة تستمر على مدى 4 أيام تنفذها 3 فرق مجهزة بالمعدات اللازمة، تتضمن عملية رش ضبابي بالمدينة بالإضافة إلى ردم بؤر وتكاثر وانتشار البعوض المتسبب بالأمراض وتفشي الحميات، كما تتضمن الحملة توزيع أدوية ومستلزمات طبية على المستشفيات. الخلية الإنسانية لا تريد الضجيج الإعلامي، تريد تقديم الخدمة الحقيقية للمواطنين وللوطن في مختلف المشاريع، ومن ضمن هذه المشاريع الذي كانت أولوية قصوى للعميد طارق رئيس المكتب السياسي ولخليته الإنسانية هي النزول الميداني إلى محافظة تعز في مختلف المديريات وعملية الدراسة والرصد والتحري عن الأمراض الموجودة مثل مرض حمى الضنك والحمى الفيروسية وانتشار الملاريا. حملة الرش الضبابي وردم بؤر تكاثر وانتشار البعوض هي الخطوة الأولى بالطريق الصحيح حد قول البعض للقضاء على الحميات المنتشرة في المدينة بما فيها حمى الضنك، لا سيما بعد تسجيلها أرقاما قياسية وسط المواطنين في الآونة الأخيرة أقلها بالحد من انتشارها خلال الفترة القادمة. رمز مختار لقناة الغد المشرق تعز. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. تنظيم مؤتمر لحوار النساء والفتيات النازحات في اليمن. أهلا بكم جديد. اختتمت في عتق بمحافظة شبوة فعاليات الدورة التدريبية الأولى لخطباء المساجد والدعاة بالمحافظة، وأشاد محافظ شبوة عوض بن الوزير بالدور الذي يطلع به مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة في سبيل النهوض بالعمل والنشاط الدعوي والإرشادي المنطلق من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف المتسم بالاعتدال والوسطية، داعيا المشاركين في الدورة نقل هذا المنهج الوسطي المعتدل إلى أوساط مختلف شرائح المجتمع. أقام اتحاد نساء اليمن مؤتمرا صحفيا حول إطلاق حوار النساء والفتيات النازحات، وذلك ضمن مشروع حوار السلام والعمل الإنساني للنساء والفتيات النازحات في اليمن. ضمن مشروع حوار السلام والعمل الإنساني للنساء والفتيات النازحات في اليمن وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أقام اتحاد نساء اليمن مؤتمرا صحفيا حول إطلاق حوار النساء والفتيات النازحات. شعار روح العمل الجماعي لمنظمات المجتمع الدولي المدني داخل المجتمع، والتفاعل اللي يكون جماعي الغرض منه رفع احتياجات و احتياجات النساء والفتيات النازحات من أجل تمكينهم اقتصاديا ودمجهم بالمجتمع المضيف حتى لا يكونوا عالة على المجتمع. وطبعا في بداية العمل قمنا بعملية مسح خرائطي من أجل تشكيل أعضاء المنصة الميدانية. طبعا أهمية إطلاق هذه المنصة لتفاعل المجتمع بكافة شرائحه مع الاحتياجات النازحين والنازحات الموجودات في محافظة عدن وغيرها من المحافظات، فقط نحاول قدر الإمكان إن احنا نوحد الكلمة من أجل إدماج احتياجات النازحات في المجتمع ودعمهم في هذا الجانب. المؤتمر الذي عقد لمشروع حوار السلام للنساء والفتيات النازحات يهدف في جوهره إلى الدعوة والالتفاف للعمل الجماعي والتفاعل من أجل تمكين النساء والفتيات النازحات اقتصاديا والعمل على دمجهم في المجتمع. هذه طبعا الفئة أو الشريحة المحرومة
من كثير من احتياجاتها. فهذه المنصة طبعا هي منفذ أو تعتبر لرفع تطلعاتهم واحتياجاتهم لدى صناع القرار ولدى ما نسميه المنظمة المحلية والدولية. وخلال المؤتمر الصحفي أعلن عن إطلاق منصة ميدانية تعمل في خدمة أهداف مشروع السلام الإنساني لدعم النساء والنازحات ليمثل نافذة للدفاع عن حقوقهن كونهن شريحة مهمة في المجتمع. صالح حنش، الغدير المشرق، عدن. نهاية النشرة، إلى العلوي. بعد تشييده بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، هبوط أول رحلة جوية في مطار المخ الدولي. تقرير حقوقي يكشف عن تحويل ميليشيا الحوثي المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سوق مفتوحة للمخدرات. وبدعم من العميد طارق صالح تواصل حملة مكافحة الأوبئة والحميات في تعز. لمتابعتنا عبر البث المباشر، زوروا موقع القناة الغد وايد.com وتطبيق نبض الإخباري. إلى اللقاء.